نقول هو الكلمة الآن إلى رئيس هذا المعرض اللي حضر معنا السيد محمد مباركي رئيس المعرض المغربي للكتاب الأدب المغربية. Nous passons la parole maintenant tout de suite à Monsieur Mohamed Mbarki, président du Salon Maghrébin du Livre. Il aura beaucoup de choses à nous dire sur l'écriture et le temps, c'est Mbarki. Dans la chère Kathir, il y a pour le Rahoul Kitaba, Wazaman, Wazihr Shima al-Ibnain, Shogran al-Sayidi, Mahba Binan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد والي جهة الشرق سيد الكاتبة العامة لقطاع الثقافة سيد نائب رئيس الجهة سيد رئيس الجماعة سيد ممثل رئيس جماعة محمد الأول سادة رؤساء المصالح العلمية والعسكرية السادة المديرين الجهويين سيدات والسادة أريد في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد وزير الثقافة وزير الشباب والثقافة والتواصل الذي كان يود ترأس هذه الجلسة الافتتاحية إلا أنه تعثر عليه ذلك بسبب برنامج حكومي مكثف كلف السيدة الكاتبة العامة المشكورة لتشريفنا بحضورها مجريات هذه الدورة الرابعة لمجلس المغاربي للكتاب أدب المغاربية التي أضفى عليها مولانا صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصر الله رعايته السامية. أود أيضا أن ننوه بالعمل الذي قامت به الإدارة الترابية لإنجاح هذا اللقاء الثقافي العام وعلى رأسها سيد ولي جهة الشرق مشكور على هذا الاهتمام والمصالح الأمنية والوقاية المدنية والمنتخبون والأطر الإدارية وغير ذلك من الأطر. كما أرحب بطبيعة الحال بضيوفنا الأعزاء من الناشرين والكتاب والروائيين والفلاسفة والشعراء والفنانين الذين جاءوا من عدة دول ومن مدن مغربية أخرى لإغناء حوار المواهب المستدرة حضر السيدات والسادة في حضور الكريم. كتاب الزمان تشكل المحور الذي نجتمع اليوم يجمعنا اليوم بمدينة وجدة بعد 4 سنوات من التوقف قال السيد الوالي لأسباب مهمة ومهمة جدا. فخلال هذه الفترة هذه المرحلة العصيبة توقف قطار أدب المغاربي 4 مرات هي أنا من خلالها 4 برامج مختلفة استعدادا لكل دورة من دورة السابقة. نعم 4 سنوات من الانتظار جعلتنا ندرك قيمة الزمن. فإن الدورة الرابعة لمعرض الكتاب تلقي الضوء على العلاقة ما بين الجدلية ما بين الزمن والموضوع. لكل زمن موضوع ولكل موضوع زمن. فنحن اليوم نعالج مقاربة فلسفية بامتياز التي تسائلنا عن الزمن الطويل، الزمن التقويمي المرتبط جدليا
باللحظة. الزمن الذي يميز الممارسة شعائر الدينية والثقافية، فالإسلام مثلا قال السيد المني الإسلام يعبد الزمن في كل أوقات، أوقات الصلاة، الممارسات العقائدية إلى آخره. زمن كما راها كبار الفلاسفة، كبار الفلاسفة من إشعاع عالمي إنساني في تاريخ الإنسانية، مثل ابن بوش، ابن سينا، ابن مامون، الغزالي إلى آخره، كل الأشخاص والعلماء الذين كانوا يمارسون في بيت الحكمة آنذاك. ثم الزمن كاكتشاف علمي، الزمن كاكتشاف علمي، هناك نعني نتحدث بهذا المفهوم، بمفهوم النسبية والبعد الرابع. كلكم كتعرفوا هاد النظريات. فالزمن بمختلف كتاباته، كتابة الهيروغرافية، هيروغليف، الكتابة المرئية، وهذا يعني المعاني الفنية، وكل الكتابة الفنية اللي غادي نزورها في المعرض المنظم في هذا السبب، وبطبيعة الحال الكتابة الرقمية. أخيرا أود الإسهام في إغناء الوسط المغاربي بالتقريب دون اصطدام، ببناء دون إقصاء، وبالتثمين دون تبخيص. فأتمنى لكم مقام طيب بيننا في هذا الملتقى الثقافي المهم، ونتمنى أن الإبداع المغربي مع مشترك الكوني يساهم في بناء مستقبل يسوده السلام والتسامح والتعايش إن شاء الله. وشكرا على شكرا جزيلا للسيد محمد المباركي، أذكر بأنكم رئيس المعرض المغربي للكتاب. ميرسي بوكو مسيو محمد المباركي، كي بريزيدون دو سالون مغربان دو ليفر.